عندنا هذا السؤال آخر، هذا السؤال يضمن إي إكس، وورا إن شاء الله راح أخذ لكم سؤال آخر بيلن. هنا إحنا قلنا الخطوات مالتنا، أول مرة نجي نعوض صير سالب إنفينيتي الكل تربيع على إي سالب سالب إنفينيتي، يعني راح يصير عندي هنا إنفينيتي إي إنفينيتي. كلش مهم الطالب يعرف إي إنفينيتي شنو هو. شوف ولدي، أنت ترسم إي إكس، هسه هذا واي يساوي إي إكس، هذا واي يساوي إي إكس، إي هذا صفر وواحد. شوفوا الإكس كل ما تكبر، كل ما تكبر الإكس الواي تكبر، يعني إذا جيت هنا هذه الواي مالت، انتقلت هنا الواي مالتها كبرت، انتقلت هنا الإكس الواي تكبر. طيب إذا راحت للمالانهاية، إذا الإكس راحت للمالانهاية، إذا الإكس راحت للمالانهاية، إكس راحت للمالانهاية، إذا الناتج مال الإي إكس شو يصير؟ الإي إكس هم يروح للمالانهاية، إذا هذا راح يصير عندي إنفينيتي على إنفينيتي. طيب إحنا قلنا إذا إنفينيتي على إنفينيتي نجي نشتغل لوبيتال. شنو المشتقة مال إكس تربيع؟ يمكن أي طالب تقول له شنو المشتقة مال إكس تربيع؟ يقول لك 2X. أوكي، قول ليميت إكس تقترب السالب إنفينيتي، إكس تربيع مشتقتها 2X. زين، إي سالب إكس، إحنا اتفقنا قلنا إي سالب إكس من أشتقها؟ أقول نفسها، نفسها بالضبط، تنزل نفسها في مشتقة الأس اللي هو ناقص إكس، مشتقته ناقص واحد، يعني إيش راح يصير؟ ناقص إي ناقص إكس، يعني هنا راح أكتب سالب إي سالب إكس. أجي هسا أرجع أعوض سالب إنفينيتي، راح يصير فوق عندي 2 في سالب إنفينيتي يعني سالب إنفينيتي. طيب المقام سالب إي سالب سالب إنفينيتي، سالب إنفينيتي في سالب إنفينيتي موجب إنفينيتي، منا سالب إنفينيتي يعني راح يصير سالب إي أس إنفينيتي. طيب هذا إنفينيتي يعني راح يصير سالب إنفينيتي. طيب عندك سالب ويا سالب بابي معنا، يعني رجع إنفينيتي على إنفينيتي. طيب معناه لازم أرجع أشتق هذه مرة لخ، هذه لازم نشتقها مرة أخرى. 2X نقول ليميت إكس تقترب سالب إنفينيتي، 2X يعني 2 مشتقة 2X يعني 2. طيب شنو مشتقة سالب إي سالب إنفينيتي؟ أفهمكم وياه هنا، سالب إي سالب إنفينيتي، هاي سالب ما عليك بيها، هاي سالب، تعال اشتق لي إي سالب، إحنا مو قلنا إي سالب إنفينيتي تنزل نفسها في مشتقة الأس اللي هو سالب واحد، سالب بالسالب موجب، إذا إيش راح أكتب أنا هنا؟ راح أكتب موجب إي سالب إكس، هسا تعوض تصير 2 على إي سالب سالب إنفينيتي ويطلع 2 على إنفينيتي، اتفقنا إي أس إنفينيتي، إحنا اتفقنا وعلمناكم عليها إي الأس إنفينيتي يعني يساوي إنفينيتي، 2 على إنفينيتي يعني الناتج مالتي إيش راح يصير؟ إذن هنا خلي يركز الطالب شغلة مهمة جدا، بمرتين احنا يلا طلعنا الناتج، مو شرط الا مرة واحدة ويطلع الناتج، هنا مرتين طلعنا الناتج، وبس ركز من تشتق اي سالب اكس، شوي ركز لي على الاشارات حتى لا تتوهم، لانه اقل خلل بالاشارة ما تقدر تطلع النتيجة النهائية. هسه راح ناخذ لكم مثال اخر اللي له علاقة باللن، لانه دائما لوبيتال ما يركز على الحدوديات على حدودية، دائما يركز وين؟ على الإي واللين، لأنه ذني صعبات شوية بالتحاليل، فالطالب يقدر يطلع النهاية مالتها عن طريق الاشتقاق.